بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وأهله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم لطائف الحج والزيارة. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج واجب على المستطيع، ولا خلاف بين علماء الإسلام في ذلك. قرأ الإمام ورش عن نافع: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقرأ الإمام حفص عن عاصم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن قرأ بكسر الحاء حج البيت فهو الاسم، ومن قرأ بفتحها حج البيت فهو المصدر. فمن فتح وجب عليه أن يقصد البيت ليفعل ما أمره الله به أن يفعله عند الوصول إليه في المناسك التي عين الله له أن يفعلها. ومن قرأ بالكسر وأراد الاسم فمعناه أن يراعي قصد البيت فيقصد ما يقصده البيت، وبينهما بون بعيد. فإن العبد بفتح الحاء يقصد البيت، وبكسرها يقصد قصد البيت، فيقوم في الكسر مقام البيت، ويقوم في الفتح مقام خادم البيت. فيكون حال العبد في حجه بحسب ما يقيمه فيه الحق من الشهود. يقول الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي الحاتمي المرسي الأندلسي رضي الله عنه: ولما كان قصد البيت قصدا حاليا لأنه يطلب بصورته الساكن، فلله على الناس أن يجعلوا قلوبهم كالبيت تطلب بحالها أن يكون الحق ساكنها، كما قال: أطلبوني في قلوب العارفين بي. فهذا معنى الكسر فيه حج البيت، وهو الاستعداد بالصفة التي ذكر الله أن القلب يصلح له تعالى بها. ومن قرأ بالفتح حج البيت وجب عليه أن يطلب قلبه ليرى فيه آثار ربه، فيعمل بحسب ما يرى فيه من الآثار الإلهية، وهذا حال غير ذاك. فبالكسر يقصد الله، وبالفتح يقصد القلب. وعندما يقصد شخص مقام قلبه كما يقول الإمام أبو الحسن مولانا علي الهجويري رضي الله عنه في كشف المحجوب، يجب عليه أن يعرض عن المألوفات ويقول بترك اللذات والراحات، ويحرم عن ذكر الغير. ومن هناك يكون الالتفات إلى الكون محظورا، وعندئذ يقوم بعرفات المعرفة، ويقصد من هناك إلى مزدلفة الألفة، ويبعث سره من هناك لطواف حرم تنزيه الحق، ويرمي جمرات الهوى والخواطر الفاسدة بمن الأمان، ويقدم النفس قربانا في مذبح المجاهدة حتى يصل إلى مقام الخلة. فيكون دخول ذلك المقام وهو مقام الجسد أي الكعبة أمانا من الأعداء وسيوفهم، ودخول هذا المقام وهو مقام القلب أي الخلة أماناً من القطيعة وأخواتها.
فما تحصله الروح من مقامات اليقين هو تحضير للقلب حتى يصلح عرشا للمحبوب يستوي عليه لا ينازعه منازع. فمن طهر قلبه بأنواع الطاعات تشرب قلبه محبة الله عز وجل واشتاق إليه، وليس الشوق إلا حالا شريفا من أحوال القلوب لا تتذوقه منها إلا التي صفتها المحبة من النظر إلى الأغيار. اختص الله به أهل محبته، ولا زال شوقهم يزداد حتى فنوا فيه وعرفوه سبحانه. والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا وأتاهم المفتاح، لا يطلبون لغير ذكر حبيبهم أبدا، فكل زمانهم أفراح. جلس رجل أمام الكعبة المشرفة ينظر إليها ويبكي ويقول: وأصبحت يوم النفر والعيس ترحل، وكان حدى الحادي بنا وهو معجل. أسائل عن سلمى فهل من مخبر بأن له علما بها أين تنزل؟ لقد أفسدت حجي ونسكي وعمرتي، وفي البين لي شغل عن الحج مشغل. سأرجع من عامي لحجة قابل، فإن الذي قد كان لا يتقبل. اللهم ازممنا عن مخالفتك، واعممنا بموافقتك، وانظمنا على ابتغاء رضوانك، والمم شعفنا بضروب إحسانك، واختم أعمالنا برحمتك وغفرانك، وذوقنا حلاوة الثقة بكرمك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين الأخيار. دمتم في رعاية الله، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم في حلقة قادمة من برنامجكم لطائف الحج والزيارة.